رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. حلقة جديدة من واحنا سايقين، والنهاردة هكلمكوا على موضوع مهم قوي قاعد يدور في دماغي كده، فقلت ما دردش معاكوا عليه. تعالوا بقى نربط الحزام ونبدأ كلامنا. كلامنا النهاردة على موضوع أو تحديدا نظام الفرامل. نظام الفرامل هو نظام ميكانيكي بيمنع الحركة عن طريق امتصاص الطاقة من نظام متحرك. شفتوا الكلام؟ يا سلام. المهم كان بيستخدم بطريقة كبيرة جدا وطريقة ميكانيكية، بس لما نرجع بقى لأصله، هو ده كان بيشتغل ازاي وليه موجود نظام الفرامل ده؟ حتى نظام الفرامل ده تقريبا موجود في حاجات كتير قوي، حتى عربيات الشنط اللي بنسافر فيها في المطارات او عربيات اللي بنروح بيها اي سوبر ماركت هتلاقي فيها نظام فرامل. امتى اخترعوه وليه اخترعوه؟ اول نظام فرامل كان نظام بسيط جدا، عن طريق يد بسيطة بتحرك كتلة من الخشب عكس اتجاه العجل. أيوة، عكس اتجاه العجل. وكان ده الطريقة الفعالة اللي كانت تقدر توقف العربيات، لأن في الفترة دي كان عجل العربيات مصنوع من الحديد مش من الكاوتش، فكان اللي هيعرف يوقفها كتلة من الخشب بتتحرك عكس اتجاه العجل. كانت العربيات في الفترة دي بتجرها الخيول، وبعد كده اتطورت شوية بشوية بقت بتعمل بالبخار، فكانت الكتلة الخشبية دي بتقدر توقفها. وكانت السرعة اللي العربيات دي بتمشي بيها بتتراوح ما بين 16 لحد 30 كيلو تقريبا، فمش أكتر من كده. فكانت الكتلة الخشبية دي بتقدر تعمل كده، لحد ما وصل المخترعين الإخوان ميشلان اللي قدروا أنهم يصنعوا الإطارات المطاطية، أو تحديدا الكاوتش، في أواخر القرن التاسع عشر، تحديدا سنة 1890. وبعدها بشوية كانت العجلات اللي مصنوعة من الحديد والفرامل الخشبية ملهاش أي فايدة، لأنها كانت بتقطع وتمزق المطاط أو الكاوتش اللي موجود حوالين الإطارات. بعدها بدأ تطوير ديسكات الفرامل، وتحديدا نظام المكابح الحديثة. عام 1902 اخترع لويس رينو، وهو مصنع فرنساوي ورائد في صناعة السيارات، نظام مختلف للفرامل عشان تبدأ المكابح دي تكون موجودة في العربيات وتقدر توقف العربيات بالسرعات اللي بتتحرك بيها. كان بيستخدم ديسكات ملفوف عليها كابلات ومثبتة في هيكل العربية عشان تقدر توقف العربية، وكان ده الشكل بتاع الديسكات في الفترة دي. عام 1901 بدأ تصميم الفرامل بشكل مختلف. فأول عربية مرسيدس بتشتغل بديسكات فرامل بسيطة، كان عبارة عن كابلات من الحديد بتلف حوالين الديسكات، وكانت متثبتة في العجلات الخلفية، وكانت بتشتغل عن طريق زرار يدوي. لكن لويس رينو اللي بدأ الفكرة من بدري قوي قرر أنه يستخدم الديسكات بمعايير مختلفة، وبدأ يطور فيها بشكل مختلف، وبدأ نظام الفرامل يتطور عن شكل لحد ما وصلنا لعام 1918، وبدأ نظام الهيدروليك يدخل وتبدأ التطور يحصل في أنظمة الفرامل، وبدأت الأنظمة تتطور بشكل كبير جدا لحد ما بدأنا نشوف نظام الـ ABS ونظام الـ EBD ونظام الـ ASP وحاجات كتير جدا، وتعتبر من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري عربية، لأن الحاجات دي ما بقتش كماليات، بقت عنصر مهم جدا عشان يحميك ويحافظ على حياتك وحياة كل اللي معاك في العربية. ومن الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنشتريها تحديدا في قطعة الغيار هو تيل الفرامل. تيل الفرامل من الحاجات اللي لازم تتأكد إنها التيل الأصلي، التيل المصنع بالمعايير اللي الشركة المصنعة للعربية قايلة إنه هو هيقدر يوقف العربية بنظام الفرامل ده. للأسف في ناس كتير تفكر تقولك ما كده كده التيل ده هيخلص فمش فارقة أجيب ده أو ده أو أجيب الأرخص، بس خلي بالك أنت بالحركة دي بتعرض حياتك للخطر، لأن وارد جدا المادة اللي مستخدمة في تيل الفرامل ده اللي مش أصلي أو اللي مصنوع بمواد أرخص بكتير من التيل الأصلي إن ما تلاقيش فرامل، وهو ده اللي فجأة تلاقي دواسة الفرامل مش موجودة. من الحاجات كمان المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها نتأكد من زيت الفرامل كل فترة والتانية، وانت بتعمل صيانة كده اتأكد ان الزيت موجود بنسبة مظبوطة جوه المعيار بتاعه وعند العلامة المحددة، ومهم جدا الكشف عليه كل فترة والتانية. خلصت حلقة النهاردة واحنا سايقين، استنوني بكرة وحلقة جديدة على نجوم FM.